وصلت أمس سيدات المجمع البترولي لكرة الطائرة إلى مطار الهوار بومدير الدولي قادمات من تونس، وهن يحملن لقبهن الثالث للجزائر بعد فوزهن بلقب كأس أمم إفريقيا للأندية لطبعة 2014 التي احتضنتها تونس من 17 أفريل إلى غاية 27 من نفس الشهر بحضور كل من الممثل الوزير ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة الطائرة. في الحقيقة نقدر نقول مش مفاجأة، لأنه الفريق هذا عودنا على الألقاب، على حصد الألقاب، والعمل هذا الجاد بطبيعة الحال يأتي بثماره، وإحنا كنا ننتظر النتيجة هذه يعني بدون مجاملة. لا أكيد هذه حدث نظن مهم ونتيجة ممتازة، ونظن إن شاء الله أيضا بداية أشياء أخرى إن شاء الله أيضا بالنسبة لكرة الطائرة، لأنه غالبا تعرفوا أنه الانطلاقة خاصة لما يكون فيه نتائج في الأندية هذه تعطينا إمكانيات أكثر أنه تكون نتائج أيضا في الفرق الوطنية. ومن جهة أخرى رفيقات فاطمة الزهراء أوكازي عبرنا بفرحتهن بهذا التتويج. الحمد لله، يعني التتويج اللي حققناه في تونس، جفيليسيت كاع لي زاتليت انسي نوتر ايكيب جي اس بي. C'était notre objectif dès le début de la saison. Alhamdulillah, le tajwid, tajwid ta'ana, ou inchallah, nkemlou ala hadha el menwal fi el kas el alam inchallah. Mabrouk alina. Fouzna yani ala el fariq el kayni, ou fariq yani andna fariq qoui يقدر يعني يكمل هكذا يدي بطولات كبيره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. للعلم فان هذا اللقب قد تحصلت عليه مولوديه الجزائر سنه 1997، بحيث يعد ثالث لقب بالنسبه للجزائر بعد ذلك الذي احرزه فريق جمعيه بجايه عام 2002.